مكملين حلقتنا وستات ما يعرفوش يكذبوا، والنهارده اليوم اردني دحبر وكل. ايوه احنا عمالين نحفظ دحبر وكل. دحبرها يعني ايه دحبرها؟ طبعا من بسلم عليكم الاول على هبه وعلى ايمان وعلى كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في الوطن العربي كله، وتحيه خاصه لحبايبنا في الاردن وضيوفنا الجمال اللي كانوا موجودين وهم ماشيين قالوا لي جمله لطيفه قوي، دحبرها 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 يعني كورها خلاص. دحبر وكل يعني كورها رز باللحمه بالجميد الصوص وكل على طول خلاص. خليكم فاكرين الجمله عشان احنا بعد ما نخلص الطبق هندحبرها. هندحبرها كلنا. مفيش ادوات يعني، مفيش ادوات، مفيش معلقه بقى، مفيش معلقه يعني، واللي حابب طبعا ياكل معلقه ياكل. ده الجميد هقول لكم قصته. يلا نقول مقادير المنسف عشان نعمل الرز ويلحق يستوي ويطلع سخن وحلو كده على الهواء. المقادير طبعا بتاعتنا هيكون عندنا لحمه ضاني، اللحمه الضاني بقى ممكن من الكتف ممكن من الفخده مش هتفرق، لورا وحبهان والجميد ولبن رايب، جميد ولبن رايب. انا مستخدم النهارده رز مصري 2 كوباية على 1 كوباية من الرز البسمتي، وخبز الصاج او الخبز الطابون، ما ينفعش اقول الصاج يعني طابون، وملح وفلفل وبصلايه وربع معلقه كركم مش اكتر من كده، وسمنه بلدي ولوز يكون متقشر وبقدونس مفروم للتزيين خلاص. طيب انتوا طبعا بتسالوني هتعمل ايه دلوقتي؟ انا كل اللي هعمله ان انا هحط في الحله دي معلقه من السمنه البلدي خلاص اللي هي البقري، وفصين من الحبهان يتحمصوا. طب ما نحط معاها شويه زيت عشان ما تحرقش. لا ما هي سمنه تحرق لو زبده عشان فيها لبن. كويس. بصوا قد ايه ده، ايه ده كركم، قد ايه كركم. بصوا شايفين يعني يا دوب ربع معلقه ربع معلقه صغيره. ونقلب اول ما لونه يبقى كده وريحته تطلع. بحط الرز المصري المغسول. كويس. رز اردني بقى، رز مصري. لا لا الرز المصري ده حاجه معروفه. ايوه برافو عليك. ماشي. بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه للرز المصري، اي مكان بروحه في العالم في المكان بتاع الرز في السوبر ماركت لازم في منطقه كده دي رز مصري وعليه اقبال تاريخي في العالم كله. انا حطيت ليه بقى الرز المصري مع الرز البسمتي؟ اولا الاسئله اللي جات لي كتير جدا، منين جبت الجميد منين جبت الجميد. لازم ابعت تحيه خاصه لصديقي وعشره العمر حبيبي علي الناطور، شيف علي الناطور، وهو اللي جبت منه الجميد، وهو يعني من الاصدقاء الغاليين قوي على قلبي، ويا ما اكلت من ايده اكل اردني حلو كتير يعني خلاص. فهو انا قلت له انا عايز جميد، قال لي عندي، ورحت وقابلته وجاب لي الجميل خلاص. دحبر اي حاجه. نسال الخبيره بقى بتاعتنا، كلتي منسف؟ انت لازم بتدوقي في اي حته في العالم. في الاردن يعني، انت في الاردن كلتي منسف؟ طبعا. بنفس الطريقه كنت عارفه موضوع الجميل والحاجات دي؟ ازاي طبعا، بس اللي هو اللبن اللي هو بيسموه الجميل ده انا بالنسبه لي اللي هو زبادي، طبعا شايفاه زبادي لبن زي اللبن الرايب كده، وطعمه في منتهى الجمال والطعامه. انا مع اللحمه الضاني في موت صح. مع اللحمه الضاني، اللحمه الضاني بعظمها. كويس. كمان في مطعم هناك الاكل الاردني الفراديشنال التقليدي ممزوج بالارملي. ايوه برضو كان من التجارب اللي لا انساها. تبوله مثلا اردنيه بطابع ارملي، مش عارفه بيعملوا ايه بقى، بيشغلوا لك مزيكا ارملي يعني ولا بيعملوا ايه؟ انا بضحك. قولي لي بيعملوا ايه. انت احنا حبايب. ماشي. ايوه هنفضل حبايب. كنا حبايب، حاشا لله، هنفضل وما زلنا وهنفضل. والمسخن انا اعتقد ان هو اردني برضو، والمسخن اردني فلسطيني، وهو كل الشوام كل واحد ليه طابع في المسخن وفي التبوله وفي المقلوبه، ولكن يظل المنسف. صحيح. يظل المنسف مش اردني بس، كمان اعتقد في شمال السعوديه بيعملوه وفي فلسطين بيعملوه. بالظبط. كويس. بس يظل المنسف الجميد الكركي هو من اشهر انواع الجميد في الاردن. طب خلوني اقول لكم ان المعلومه الحلوه بتاعت 2 رز مصري على 1 كوباية بسمتي، ومهم ان البسمتي يكون منقوع، بيخلي الرز مفلفل حلو. ايه ده انت بتخلط الاثنين على بعض؟ انا حطيت 1 كوباية من ده على 2 كوباية من ده. بصوا بعد ما حطينا الرز بالشكل ده كده اهو، ودي التقليبه الحلوه، نحط شويه ملح خلاص. وحطينا المرقه بتاعت اللحمه الحلوه، نحط شويه لو احتاجنا من شويه ميه صغيرين، بس احنا خلصنا المرقه كلها، شويه ميه صغيرين كده عشان نضمن ان هو خد المعيار بتاعه المظبوط. ونروح بقى احكي لكم القصه الحلوه بتاعه الجميد وازاي نتعامل معاه بشكل حلو اهو. ادي الرز، ونقفل على الرز كده ونسيبه مكمور خلاص. ونيجي
للايه؟ الجميد. الجميد ده هو نوع من انواع اللبن، والمختلف فيه ان هو بيتجفف بالشكل ده. لو شميتوا ريحته هتلاقوه شويه عامل زي، هتشم ريحته اهو. هو عايز شيف محمود عامل زي الكشك الصعيدي شويه. ريحته غريبه شويه، جبنه قريش، قريش متعتقه كده، عارفه ازاي؟ بالظبط كده. انا بعمل ايه؟ بضيف عليه. بصوا بقى عشان تبقى انتوا شطار، جيبوا ده اهو هنا كده، وبالسكينه تبداوا تكسروه زي ما انتوا شايفين. خلاص شايفين ازاي بيتكسر؟ عارفه يا هبه عامل زي الكشك اللي هو الصعيدي، لسه كده صح. هو خلي بالك من حاجه عشان برضو هما ذكرياتهم بتيجي ويقول لك كشك صعيدي. الكشك الصعيدي هو معمول من القمح، قصه مختلفه، ولكن بيتعجن باللبن الرايب، ولما يتعتق ويتساب في الشمس بيدي شويه من الريحه اللي هم بيقولوا عليها دي. فاحنا بعد ما كسرنا الجميد بالشكل ده نحطه في بوله، ونحط عليه لتر من الميه السخنه اللي بتغلي، او ننقعه قبلها بليله في الميه، ميه ساقعه. يعني لو عايزين نستخدمه بسرعه ساعه في لتر ميه بتغلي، او ميه سخنه بلها ميه ساقعه قبلها بليله. بنعمل اهو، بصوا بقى انا ده نقعه من الصبح. في سؤال في الكلاس دلوقتي؟ يلا يا فندم. دلوقتي قوم، انت راجل واصل وليك معارف اردنيين فعرفت تجيب الجميل. هذه السيده الجميله والبنوته الحلوه اللي بيشوفونا عايزين يعملوا منسف اردني. سهل قوي، برافو. البديل عليك. ايه البديل؟ انا هوريك البديل دلوقتي، لان انت عندك طريقتين كمصريه. الاردنيه لن تقبل ان هي تعمل المنسف من غير جميد. بس احنا عشان نبسط الموضوع علينا كمصريات، او في بعض الدول العربيه اللي مش ممكن يكون متاح فيهم الجميد، رغم ان هو بقى متاح جدا لان الجاليات العربيه ما شاء الله عندنا، سواء سوريين، عراقيين، فلسطينيين، ونفس الموضوع اردنيين. فالاسواق بقى عندهم المنتجات دي بسهوله، زعتر وجميد وزيت زيتون والحاجات دي كلها موجوده. بس انت اذا مش موجود عندك الجميد تقدري تستخدمي لبن رايب. وفي الحاله دي، لان برضو السؤال ده انا سالته لبعض الاردنيين، قالوا لي احنا ممكن نعمله باللبن الرايب لو ما توفرش الجميد، وساعتها بنحط بياض بيضه وممكن معلقه نشا عشان يربط كويس. بس احنا بعد ما ده بقى بالشكل كده، الجميد اتنقع، ناخد الفيشه بتاعتنا ودي كمان، واوريكم بقى ازاي يا بيتضرب في الخلاط يا بيتضرب هنا اهو. ميه مغليه. دي اهو ميه، كانت ميه سخنه وبعدين اتنقع زي ما احنا شايفين الحبات بتاعته. وادي تبداوا تضربوا عادي يا ايمان، بعيدي بقى. لا ما تخافيش، انا مخلي بالي. شايفين ازاي ابتدى يدوب تماما؟ تقدري تعملي المرحله دي في الخلاط. خلاص، وبجيب اللبن الرايب وابدا انزل بيه. يعني جميل ولبن رايب. جميد ولبن رايب، لانك مش جميد بنحط رايب بس عادي. مش ممكن تحطي رايب بس، انما ما تقدريش تستحملي جميد بس. ليه؟ لانه قوي جدا. خلاص، ادي الخليط بتاعنا اهو ماشي، وناخده ونروح بيه على الجزء ده على النار اهو. نفتح الحله بتاعتنا ونحط الخليط بتاع لبن الرايب والجميد. حطيناه كده، نعمل ايه بقى عشان الموضوع يبقى جميل؟ نبدا نقلب بالراحه. بس برضو حد فاكر اللمسه الصغيره بتاعه الكركم اللي حطيناها على الرز؟ هي نفس اللمسه الصغيره اللي بنحطها هنا كويس. لمسه صغيره، هو مش محتاجينه يبقى لونه اصفر، احنا محتاجينه ان يدينا اللون الفاتح او اللي انتوا هتشوفوه ده. في السعوديه بيحطوا زعفران. لا يعني لا. الزعفران في اكلات مش على المنسف. مش المنسف؟ لا مش المنسف. يعني يمكن في بعض اسر بيحطوا زعفران، بس هو هنا لا، مفيش زعفران. هنا مفيش، انا بتكلم على المنسف. مش ما 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 يعني لو حد من اللي بيتفرجوا علينا بيعمل منسف في السعوديه في الشمال، قولوا لنا انهي نوع اللي بيتحط عليه زعفران. نقلب الرز كده. طب يعني مره اكل سعودي يا شيف محمود؟ ان شاء الله. شرق طبعًا. وغرب بقى، انا بوعدكم كبسه ان في شرق وغرب ان شاء الله. سليك. انا بعشقه، بموت فيه.
ده انت برافو عليكي، يعني مش عارفه هنا ولا حد بيعرف يعمله في مصر خالص. يعني حاجه من الحاجات الجميله جدا. بس انا اوعدكم ان شاء الله ان شرق وغرب ده حاجه قربتنا ببعض، سواء من المجتمع الشرقي او من المجتمع الغربي. واليوم اللي هيكون فيه الاستضافه لحبايبنا في شرق وغرب هنعمل اكل يتماشى مع ثقافتهم. خلاص. طيب احنا هنا حطينا لمسة الكركم ونفضل نقلب نقلب. طبعا انا محضر شوية، شايفين لونهم بقى عامل ازاي. ادي اللون الحلو بتاع الجميد باللبن الرايب، ولو حسينا ان هو ممكن يكون تقيل سنة ممكن ساعتها نحط شوية مية سخنة. خلاص. وبعدين المية السخنة بتقله ولا بتخففه؟ المية السخنة بتخففه شوية، هو مش المفروض انه يكون تقيل. اتفقنا. وبعدين يكون قطع اللحمة الضاني بتاعتنا موجودة هنا. ادي قطع اللحمة الضاني اتسلقت، خدنا مرقتها وسقينا بيها الايه؟ الرز. ولكن عشان يطلع عندك شوية مية مرقة بتاعت اللحمة نقية جدا، كل اللي بتستخدميه ثلاث حاجات: ورق لورا وحبهان مع بصلاية. كويس. بس طبعا اللحمة بتتسلق في مية، بتحط الشوط ما ساقعة على النار، اول ما هتقلب وهتغلي خدي اللحمة ارمي المية دي تماما، واللحمة حطيها مع ورق لورا ومعلقة سمنة وفصين حبهان، شوحيهم تشويحة كده وحطي عليهم المية اللي بتغلي، هتطلع لك احلى مرقة للرز. وادي اللحمة بتاعتنا ناخد ما فيهاش ملح، حطينا بقى في الاخر خالص تبلنا المرقة بعد ما استوت. وادي الملح اعتقد بيخلي اللحمة تشد في الاخر خالص يا ايمان. برافو عليكي. تاخدي قطع اللحمة بقى بتاعتك، هي استوت بنسبة كام؟ 95% بالعظم بتاعها. تنزل ال 5% الباقيين، تبدأ شايفين قطع اللحمة شكلها منور ازاي، والمرقة بتاعتها كانت نازلة لونها لون ذهبي جميل. هي أصولها إن هي تبقى ضاني بالعظم بتاعها مسلوقة. لكن لا افترض إن حد ما بيحبش الضاني زي حياتي، تقدري تستخدمي نستخدم بتلو لحمة بقرية أو لحمة بتلو براحتك أي حاجة. ممكن لو الناس اللي ما بتاكلش لحوم برضو، والله في ما في أكلة أردني اسمها رشتة. رشتة ودي من ضمن الثقافة الأردنية الجميلة، بتتعمل بخليط الجميد اللبن الجميد، نفس الخلطة اللي احنا عملناها دي، ولكن بيضاف قمح وحمص وعدس، فهي تحولت لأكلة نباتية. دي رشتة. أنا هبة بتبصيلي بفخر، يعني هاتوا الكاميرا كده عليها. مخي سرح في الأكل، افتكرت مطعم محل حلويات في الأردن خطير اسمه زلاطيمو. أيوه. بيعمل شوية حلويات أردني شرقية. يعني لو في حد من الجمهور عنده منه يبعت لنا لو سمحت. في كمان اقصد اقول يا شيف محمود ان احنا ممكن نبدل اللحمه بالفراخ للناس اللي ما بتاكلش. بصوا في الاخر انت عندك الجميد وعندك اللبن الرايب، طبختيه كويس جدا، وعندك الرز وعندك العيش خبز الصاج او الطابون موجودين، فتقدري تعملي المنسف. بس انا الحاجات دي يعني انا بخاف اقرب منها في اللعبه. بص احنا بنقول ان اصولها كده. أيوة. لكن لازم برضه نعمل حسابنا انه في ناس ممكن طبعًا ما تبقاش بتحب ده، في ناس طبعًا ما بتاكلش لحوم اصلا. تعرف ان ده ترند في العالم كله، يعني في ناس فيجيتيريان، في ناس فيجن اصلا خالص. الله ينور عليكي. فنعمل حسابهم معانا. اقترح ان ممكن الشيف محمود بعد اذنك، بما ان النهارده عملنا المنسف الاردني وال يعني فقره شرق وغرب كانت معانا، فممكن بكره نعمل السليك السعودي، لان هو نفس الفكره بس على فراخ. ايوه. ولما يبقى عندنا يوم سعودي نعمل الكبسه. طيب عشان انا كنت احنا حضرنا بكره هنعمل ايه. بس اوعدك ان انا اعمل السليج بكره. عندنا طاجن ورق عنب بالكوارع مصري، وعاملين كيك بالفاكهه المجففه. خلاص. واشتروا الحاجات وكل حاجه متظبط. اوعدكم ان احنا نعمل السليج. السليج معمول من الرز وحاجه من الحاجات الحلوه قوي 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 سعودي، ودي هعملها مخصوص عشان خاطر رز ولبن وفرق. ولبن ولحمه. خليه بكره. ما طيب يعني هحاول محدش ياخد رايي في الاكل وانا جعانه. ماشي. عايزه كل الاصناف. طيب اتفقنا. بصي بقى شايفه هنا قطع اللحمه ازاي بتاخد ال 5% او ال 10% بقيه السوا بتاعتها جوه الخليط بتاع الجميد اللي هفكركم بيه. قطعه جميد حوالي 250 جرام اتكسرت واتنقعت في لتر ميه سخن، وبعد ما اتنقعت في لتر ميه سخن لمده ساعه اتضربت يا في شفشق الخلاط مع لتر من اللبن الرايب، واتحطت معاهم معلقه صغيره جدا من ربع معلقه صغيره من الكركم. واحب في المرحله الغلي دي تاخدوا معلقه من السمنه البلدي تحطوها على وش هنا، بتدي ريحه حلوه جدا وبتدي طعم كمان احلى واحلى.
وفي حاجه من ضمن الحاجات تتاكل جنب الطبق ده، ان انتوا تجيبوا بصلتين وتقطعوهم مكعبات صغيره بالشكل ده كويس، وبعد ما تقطعوهم مكعبات بهذا الشكل، ودي حاجه من الحاجات اللي بتتاكل جنب المنسف. يمكن ليه حاسه ان انا حاضره فقره المطبخ النهارده بصفه مراقب؟ مراقب جوده. يعني انا ما فيش حاسه اي فرق بيني وبين الحله اللي قدامي. ليه كده؟ على الاقل الحله بتتعمل فيها شغل. انت في حاجه اعملها يا محمود إيه؟ ولا انا واقفه باظه بلعب دور اباجوره في المطبخ؟ انت يلا حتى افردي لنا، بصوا بقى عشان نقدر نشوف المذيعه الجميله. انا مش جايه مع الحلل والله. طيب ماشي، هعمل ايه؟ طيب اروح البس جوانتي؟ يعني براحتك. ومالك احمريت ليه كده؟ انا يعني معاكي اهو والله. مش بص، هنا البصل بنحط ده بيتقدم جنب الاكله بتاعتنا. ادي البصل اتقطع مكعبات، نحط عليه شويه من السماق ماشي، ولمسه ملح جميله. السماق ده اختراع، في ناس كتير بتستخدمه وما تعرفش تعمل بيه ايه. بصي بقى انت هتعرفي النهارده. شايفين اللون النبيتي الحلو بتاع حبات السماق؟ ازاي البصل بتاعك حلو جدا بالسماق في الوقت ده. تعملوا عليه شويه عصير ليمون وشويه خل ابيض اهو. وايمان النهارده بقى بتقول لي انت احمريت كده ليه زي السماق، هي اللي هتقدم لنا الطبق. هي بتحب تساعد وايديها جميله الحقيقه. شايفين ريحه الخل والليمون واللون البينك؟ على فكره وادي البقدونس بتاعنا أهلاً. بتحط كده وادي ده بقى عارفين الاكلات الخليجي اللي بيتعمل جنبها الدقوس؟ دقوس، الدقوس او الدقوس كويس محمود. ده بيتقدم جنب الاكل، جنب طبق المنسف، البصل بالسماق بالخل بالليمون، ومن الحاجات اللي تخليك او تخليكي تاكلي اكتر واكتر. كويس. طيب احنا دلوقتي داخلين على طريقه تقديم المنسف، ولازم يكون عندنا العيش اللي مع مان ده راق تحت. هتبدا بص 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 اللون، بص اللون المبهج ده ايمان. هبه هبه، بص اللون المبهج الجميل مع البقدونس طبعا مع ريحه الليمون. في هنا سرقه علني بس عادي يعني. انا هقول نفسك مش شايف. اول شايف محمود ما تردش، اقول له يا سيدي ما يردش. انا اقدر نعمل كده افرشه عايزه بقى شاورما لو سمحت. عايزه شاورما من عينيا. شاورما خلل. برافو عليكي، بس محمره. برافو عليكي. بصوا بقى هنا ايمان عملت ايه، فردت لقم العيش بالشكل الرائع ده، وهتقرب لي الطبق شويه، تاخد ده هناك وتقرب لي ده هنا شويه. افكر والله مش وتاخده بقى من الخليط الجميل ده نسقسق، وتبداي تسقسقي طبق المنسف. هبدا بقى كده خلاص الاساسيات بتاعته. ايه رايك تحمصي لنا اللوز؟ نحمص اللوز. طيب بصي ادي البوتاجاز. هو بيتاكل بالايد ولا بمعلقه؟ اسمها ايه؟ اسمها ندحب ايه؟ ندحبره. يعني بالايد. دحبريه وكليه على طول. بس كور يعني بسبوسه والقرص. ايوه. برافو عليكي. ونحط هنا عادات كده من نحترمها. انا هديكي دلوقتي طبق. ونحط انا هزحبر على الهواء؟ لازم تدحبري دحبوره صغننه، هديكي جوانتي. ماشي؟ عشان ده هم موصيين. هي ناقصه واقفه حل؟ شويه اللوز المتحمصين بتوعنا. ونحط ممكن معلقه صغيره عشان ما يلسعش من الزيت، وهسيبك بقى يطلعه لنا لون ذهبي حلو على ما انا مقدم الايه؟ المنسف. طيب هنا شايفين ازاي ال كده مظبوط كده شكله ازاي جميل. شكل الصوص حلو قوي قوي، ولونه كمان، وسنه الكركم مع معلقه السمنه بتدي شكل حلو قوي. ادي الرز بقى بتاعنا، نفتح عليه كده. يا سلام يا سلام يا سلام على اللون والريحه اللي هل علينا من مرقه اللحمه الحلوه. تبداوا قد ايه ريحته حلو قوي. وفكره كمان الخليط بتاع الرز المصري، كوبايتين على كوبايه من الرز البسمتي، دي جديده انا اول مره اشوفها. دي يعني من الوصايا الجميله. بصوا ازاي الناس ممكن تقلق لان سواهم مش واحد. لا ما هو انت بقى الشطاره عندك ان انت تفضلي نقع الرز البسمتي لمده مثلا 3 4 ساعات. هو ده مصري ولا بسمتي؟ الاثنين يا هبه. حتى على بعض. بجد بصي طالع ازاي مفلفل ازاي. عادة الرز المصري ما بيبقاش مفلفل. ده زي الكشك الصعيدي في نفس اللحظه. هو ايه؟ ايه انتوا ايمان فهماني. طب
طب انا عايز افهم يعني كمان سيم قلت لك ده زي الكشك الصعيدي بعد بس لا ما انا رديت عليك على فكره بس انت ما خدتيش بالك بس انت ما خدتيش بالك انت ما خدتش بالي انت رديت وبعد كده ايمان سالت قالت نفس الحاجه مش سامعين كلنا بس هم عندهم حق برضه موضوع الكشك الصعيدي انا بس عايز اقول حاجه الكشك الصعيدي عباره عن قمح انا بعملها كتير بيتعجن استني بس بيتعجن باللبن الرايب هو شبهه انا بعرفه لا مش شبهه هو ريحه ريحه بس من فصيلته ايوه من الفصيله نفس القبيله ايه اخبار ال مش من فصيلته لا استني هبه بس من استني قبلته. ما تصبري بقى من عشرته من ايه مش من ايه انت من جالك دمه. الاحساس ان هو نفس الريحه لان هو اتنشف اتجفف أيوة. اللبن الرايب اتجفف على الهواء هما قرايب ايه المشكله ماشي ما فيش مشكله انا بشرح لك ايه اللي فيه انتوا مالكم النهارده لا كل الحاجه يعني الاماكن المهم انا هفتن بقى شيف محمود في حاجه شيف محمود لما بيكون عايز يركز قوي في اللي هو بيعمله ها ومش عايز حد يعني يشغله او يشتت افكاره يبتدي يقوم باعت اللي جنبه غالبا بتكون انا لان انا اكتر واحده بحب اشارك وده طبعا هبه بتحب تدوق مشوار ببعته أيوة. مشوار هبه بتحب تدوق وانا بحب اشارك فكل واحد ليه مزاج يعني يقوم باعتني اعمل اي حاجه على جنب والاحظ ان هو موطي لي النار على الاخر عشان تاخد اطول وقت ممكن اطلع من دماغه لحد ما يخلص وانا مش هيفكوا انا مش هيفكوا انا واقف ثانيه واحده ده مره كان عاوز يبعتني اعمل حاجه بره ما اصلا انا هشهدكوا استني استني عشان ده لسه أيوة. عيب عليك طب انا بعرف اعمل كده والله ماشي. هو ايه ده خالص خالص انا هشهدكم احنا واقفين بنعمل طبق قامت قالت لي ايه وانا واقفه معاك طب انا سبتها تعمل العيش ما عجبهاش ابعتها تعمل اللوز اهو واللوز طالع لوز اللوز كمان اهو شوف ذهبي ذهبي ولا مش ذهبي ذهبي حطيهم في بوله بس استنى اجيب لك بوله على فكره من القعده دي الايه القعده دي انا ما دوتش فيها اي حاجه اهو الطبق الجاي دلوقتي حطيهم هنا بقى حطيهم هنا من غير دحبره استني بالله طبق صغنن كده لهبة اهو ادي العيش وادي شويه المرقه وادي حبه الرز الحلوين عشان تدحبر براحتها بقى وتورينا دحبر وكل لا انت بتكروتني لا لا عيب ده هيطلع لك احلى شكل طبق دلوقتي يا هبه ده كلام اهو كده حطيتيهم في البوله سلام بص بقى تاخدوا شويه برضو من الجميد شويه من الجميد برضو السائل المطبوخ سقسقوا بيه الرز كده شويه هناك من فضلك يا شيف محمود وعندك هنا شويه ب 5 جنيه العيش بقى ما تسقسقش ماشي وتاخدوا حتت اللحمه اللي استوت مش المفروض ان اللحمه تكون بتتهاري تكون ماسكه نفسها مستويه وماسكه نفسها وشايفين والدنيا ما بتاخدش اصلا سوى كتير بتهيألي حسب حسب عمر الذبيحه كويس لو هي صغيره ويفضل ان هي تكون صغيره علشان تبقى طعمها حلو وتكون نازله دايبه بالشكل الحلو الجميل ده وناخد الحته الموزه الحلوه دي هنا لصديقتنا اللي عامله اوردر من بدري دي موزه يعني موزه اللي بصي ازاي بصي ازاي بصي شايفه شايفه ازاي وناخد الحتت الجميله وده طبعا انا عايزه رقبه ليش طيب وبعد ما عملنا كده نعمل ايه بقى ناخد شويه تاني من دول كده وادي بس ما نزودش بتهيالي البتاع ده عشان ما يعجنش بقى الرز مش كتير وحد بيسالك يعني ينفع نحمر اللحمه لا اظنش هي طريقتها تتسقس سمعت اللوز عشان الزيت اللوز الجميل وتعملي شويه من البقدونس على الاخضر يزين طبق المنسف وده احلى طبق منسف مش مهم انا تحبي اللوز مهم انا خالص استني بس يا هبه ما هو ده الطبق ده كلام واحنا ده كلام طبقك اتفضلي منابك اهو اتفضلي ماليش نفس والله يعني كفايه نص والله حاجه بسيطه بس عشان تعرفي تتعشي يعني وده يتقدم جنب ده اهو هو ده ما فيهوش توم الموضوع خالص صح؟ لا ما فيش توم خالص احنا كل اللي استخدمناه هنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا بصل بصوا شايفين اللوز ازاي بيلمع وطالع ذهبي هو مش اي حد يعمل اللوز مش اي حد يحمص اللوز هو انت اي حد هنقول ايه هنقول ايه والله انت يعني بجد تسلم ايدك شيف محمود يعني بجد اقدر اقول شيف محمود سعد مايسترو شيف محمود سعد طباخ عالمي لانه العالمي فاهم كل حاجه دي بتتعمل ازاي وجايه منين واصلها ايه
ويحكي لك قصه حياتها وتاريخها كله. فانت شايف علامه بجد تسلمي على كلامك الحلو ده بجد. انتوا ثلاثه مذيعات زي الله. استاذن بس العلني كل التحيه طبعا لشعب الاردن. استاذن العلميه الاستاذ معلقه بعد يدوب شوكه وسكينه طبعا عشان هنختم وهتنسوني. عشان حاضر احنا معلش احنا فكرناكي هتدحبري يعني. طيب احنا خلصنا حلقتنا النهارده وطبعا كل تحيه لاهل الاردن. نشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله. حلقه جديده وستات ما يعرفوش يكذبوا. يومكم هادي ونادي يا رب يا رب.